هي من أكثر العمليات النوعية، لأنه أنت عندما تتحدث عن عملية ليلية بمعنى أن الأهداف بالليل تكون بالتأكيد صعبة ومعقدة، وجمع المعلومات بالتأكيد يكون صعب ومعقد. والأهم من ذلك نقول أنه هذه عملية نوعية، ردة الفعل الإسرائيلي وأثر العملية على جيش الاحتلال الإسرائيلي حتى الآن يخفي خسائره، وردة فعل الاحتلال الإسرائيلي والقصف المجنون للبلدات اللبنانية يدلل أنه هذه العملية فعلا آلمت جيش الاحتلال الإسرائيلي. اليوم نحن نتحدث عن مرحلة تحول حقيقية في هذه العملية، مرحلة التحول مؤشرات أصبحت واضحة أن هناك إصرار من المقاومة الإسلامية اللبنانية بقتل وتحقيق أكبر خسائر في جيش الاحتلال الإسرائيلي. الأمر الثاني أن هناك أيضا تنوع وأن العمليات مركبة بمعنى استخدام أكثر من نوع من الأسلحة، سواء كان الأسلحة التي يتم استخدامها. يبدو ألو، نعم دكتور، نحن نسمعك ولكن الصوت الصورة واضح؟ اختفت من عندك. الصوت واضح ولكن نعم. الصورة اختفت، تفضل. طبعا الرسالة أو المؤشر الثاني يتم في هذه العمليات هو أنها عمليات أصبحت يعني متنوعة في الأسلحة التي يتم استخدامها، سلاح مضاد الدروع، الأسلحة المسيرة، الأسلحة المدفعية. الهدف بالتأكيد هو تضليل جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاستمكان، وأن تحقق العملية بالتأكيد عملياتها وأهدافها، وأن يكون هناك تأكيد على هذه العملية. الأمر الثالث وهو الأهم أيضا هو عملية التنوع الجغرافي وتنوع العمليات، زي ما تحدثت حضرتك أنه عرب العرامشة ثم بعد ذلك عكا، واليوم أيضا يتم استهداف الاحتلال بمنطقة أخرى. هناك أيضا تنوع في طبيعة الأهداف التي يتم استغلالها واستهدافها، سواء كان بالمساحة أو حتى طبيعة الأهداف. واليوم نتحدث أيضا، هناك معلومات أن من تم ملاحقتهم واستهدافهم قوات جولاني، بمعنى أن المقاومة اللبنانية مصرة على هزيمة لواء جولاني قبل دخوله حتى الأراضي اللبنانية، وأيضا هزيمة قواته المعنوية وإرسال رسائل للمجتمع الإسرائيلي.